بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بحضراتكم في بند 1.2 معدلات التغير خطوط المماس. في الشكل المقابل، إذا كان لدينا دالة y بتساوي f of x، فإذا طرأ تغير قدره دلتا x على قيمة المتغير المستقل x، فإنه يتبع ذلك تغير قدره دلتا واي على قيمة المتغير واي التابع، ويكون كالتالي: دلتا واي يساوي واي 2 ناقص واي 1، أي يساوي اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1، ويكون متوسط معدل التغير للدالة واي هو دلتا واي على دلتا اكس، اللي هو يساوي اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1 على x2 ناقص x1 كما هو موضح بالشكل 1. نحدد ميل المماس للمنحنى عند النقطة BA و F of A بالقيمة M. إذا ميل المماس هنسميه M إن وجد. M هذا يساوي limit لما h تقترب من الصفر F of A زائد h ناقص F of A على h، ويكون معدل التغير للدالة f عند هذه النقطة إن وجد هو نهاية أو limit h تقترب من الصفر f of a زائد h ناقص f of a على h. نلاحظ أن المستقيم العمودي على منحنى عند نقطة ما تنتمي إلى المنحنى هو المستقيم العمودي على مماس المنحنى عند تلك النقطة، ويسمى أيضا الناظم. مثال 1: أوجد ميل المماس للقطع المكافئ y يساوي x تربيع عند النقطة B 2 و 4. هذا منحنى القطع المكافئ النقطة B 2 و 4، هذا هو المماس. محتاجين إيه؟ الميل. نبدأ بميل القطع للمنحنى بين النقطة B 2 و 4 ونقطة قريبة منها، ولتكن Q 2 زائد h و 2 زائد h والكل تربيع على المنحنى. نكتب ميل القاطع ونوجد النهاية للميل عندما تقترب Q من B على المنحنى. Y تساوي F of X، ميل القاطع عند 2 و 4، دلتا Y على دلتا X هو يساوي F of 2 زائد H ناقص F ال 2 على H. إذا دلتا Y على دلتا X يساوي 2 زائد H والكل تربيع ناقص 4 على H. نفك التربيع، يصبح h تربيع زائد 4h زائد 4 ناقص 4، 4 موجب تنحذف مع 4 سالب، إذا الناتج يساوي h تربيع زائد 4h على h. هذا هو ميل المماس للقاطع للقطع المكافئ y بيساوي x تربيع عند النقطة 2 و 4، وبالتالي تكون نهاية الميل عندما تقترب Q من B بالطراد على المنحنى هو نهاية دلتا Y على دلتا X عندما دلتا X تؤول إلى الصفر، أي limit H تقترب من الصفر للدالة H زائد 4، نعوض عن ال H بالصفر، الناتج يصبح 4. على ذلك يكون ميل المماس القاطع عند القطع المكافئ عند النقطة B هو 4. تعريف المشتقة: تعريف المشتقة عند نقطة، مشتقة الدالة F عند نقطة X تساوي A هي F داش A، F داش A، حيث F داش A تساوي limit F of A زائد H ناقص F of A على H عندما H تقترب من الصفر، شرط وجود هذه النهاية، شرط وجود هذه النهاية. من التعريف السابق يمكننا القول أن الدالة F قابلة للاشتقاق عند X تساوي A إذا كانت النهاية موجودة، إذا كانت النهاية موجودة، ويرمز لها بالرمز F-A أو dy by dx عند x تساوي a. أما إذا كانت النهاية غير موجودة عند x تساوي a، نقول أن الدالة F غير قابلة للاشتقاق عند x تساوي a، أي أن F-A غير موجودة. مثال 1:
باستخدام التعريف أوجد مشتقة الدالة F. باستخدام التعريف أوجد مشتقة الدالة F حيث F of X تساوي 2X تربيع زائد 1 عند النقطة X تساوي 1. الحل باستخدام القانون أو باستخدام التعريف F-A تساوي limit F of A زائد H ناقص F of A على H عندما H تقترب من الصفر. نعوض في الدالة X تساوي 1 والA تساوي 1، إذن F الواحد نعوض في الدالة 2 ضرب 1 تربيع زائد 1 3. F داش 1 تساوي limit H تقترب من الصفر F 1 زائد H ناقص F الواحد على H، أي أن 2 limit 2 ضرب 1 زائد H والكل تربيع زائد 1 ناقص 3 مقسوما على H عندما H تقترب من الصفر. فك التربيع، مربع الواحد 1 ضرب 2 2، 2 ضرب الواحد ضرب ال H ضرب ال 2 يعني 4 H، مربع ال H H تربيع ضرب 2 يبقى 2 H تربيع زائد 1 ناقص 3 تصبح ليميت 4 H زائد 2 H تربيع على H. ناخذ H عامل مشترك ويحذف مع المقام، يصبح الناتج ليميت 4 زائد 2 H عندما H تقترب من 0. نعوض عن H بصفر يصبح الناتج 4 زائد 0 يعني 4. إذن المشتقة تساوي 4 عند النقطة X تساوي 1. ونقول أن F داش 1 تساوي 4.